مرحبا المتابعين الاعزاء، نكمل في تغطية اليوم من سولار شو كي اس اي 2023 معي جمانة الحصري المدير التنفيذي لشركة ساكوتيل زينشاين. بحب رحب فيكي معنا اليوم. ثانك يو. شكرا. شكرا كثير لحضورك معنا. طبعا كان صعب كثير نلاقي وقت هيك لحتى نسوي هاي الانترفيو، بس مبسوط كثير انه قعدنا اليوم. ثانك يو مريم. طيب نحن كثير خلينا نقول مهتمين نتعرف شوي على الشركة، على ساكوتيل زينشاين. كثير ناس بيعرفوا زينشاين براند للألواح الشمسية، فإذا بتحكي لنا أكثر عن الشركة نفسها وشو هي القيمة المضافة والفاليو اللي بتقدمها الشركة للسوق العربي. اوكي، زينشاين بي في تك هي عاشر أكبر مصنع لوحات بالصين، عائلة صينية وانغ فاميلي، من 33 سنة بتصنع هاللوحات. اوكي. ساكوتيل هي شركة عائلية من 1978 ضمن مجموعة فرنا حصري جروب، كمان من 1966. ب 2017 وقتها بلش ما عدا الأردن الشرق الأوسط يتجه على الرينيوبل انرجي، عائلتنا من ساكوتيل حبت تفوت بالرينيوبل انرجي، واخترنا بدل ما نكون موزع او ريبريزنتاتيف او ايجنت مثل ما كان يكون بالسابق، نكون شراكه مع الشركه الصينيه. فارتقينا انه ما فينا نكون شراكه مع ستيت اون كومباني، شركه مملوكه من الدوله، او ما فينا نكون شراكه مع كوربوريشن، الشركات الضخمه اللي هي معظم الشركات الصينيه هيك اللي هن التوب 9. صح. فلقينا انه الشركة العاشرة اللي بايامها كانت بتعمل 3 جيجاوات اليوم صارت 12 جيجاوات، هي متلائمة معنا بالفكر، لانه الشركات العائلية عادة عندها مثل بيقولوا لونج تيرم فيو. تمام. فلقينا انه اهدافهم واهدافنا وايامهم وايامنا متقاربة، فعملنا هالشراكة جوينت فينشر 50-50، واخذنا زينشاين بي في تك اللي بايامها زينشاين سولر البراند ما كانت معروفه بالشرق الاوسط ابدا. صحيح. عملنا لها اندورسمنت باسم عائلتنا يلي هو له 50 سنه كان بيشتغل بالمنطقه مع علاقات دوله، يعني على جفرمنت ريليشن بمعظم البلدان الجي سي سي اند ديفات، وصار زينشاين بي في تك او زينشاين سولر من توب 5 بالمنطقه. يعني فينا نقول في كثير سكسس ستوريز بالمنطقه من جراء هالشراكه. نحن منا سبسيديري، منا وكيل، ولكن شراكه. طبعا معناتها اللي بده يتعامل معاكم هو عم يتعامل مع الديسيشن ميكر، مع صانع القرار بهي الشركه، وبقدر خلينا نقول يحصل الشروط الامثل خلينا نقول بالنسبه لمشاريعهم 100%. انا دائما بقول انا صينيه خارج الصين ممثله للاندستري تبعنا، لاني بورد ممبر بارتنر، بقول دائما انا ايم ذا هايست رانك تشاينيز او لاني يعني اذا بدك المدراء الاقاليم او مدراء الميدل ايست من الكومبيتيشن بيبقوا بالسبسيديري فوقهم في 20 لاير اذا مش اكثر لتوصل للريل ديسيجن ميكينج، بينما نحن شركه عائليه صغيره، الديسيجن ميكينج فيري شورت وفلات. على التليفون بتصل بويليام وانغ اللي هو السي او حاليا، اما بيو اللي هو تشيرمان اللي هن ذا اونلي شير هولدرز في فاميلي بزنس. فالقرار سريع. طبعا هذا الشيء مفقود، لانه نحن اذا بنقارن السوق العربي بالسوق الاوروبي والامريكي والاسترالي، فهنيك ولا باسيا، هذاك اكثر بكثير، اكبر بكثير من هون من سوقنا بالميدل ايست، وبالتالي بالعاده بتكون الشركات اللي هون او الفروع تبعيتها هون ما بتاخذ كثير اهتمام من الشركه الام، لانه بتضلها ما بتمثل 2% من السوق الاوروبي او الامريكي، فبصفي دائما في مشكله بالوصول ل خلينا نقول favorable terms، يعني ان يحصلوا الشروط اللي بتكون انسب لمشاريعهم الموجوده هون، معكم ما تكون موجوده هاي القصه. طب بدي اعزبك مدام جمانة لو سمحتي اسال بالنسبه للمنتج نفسه، طبعا المنتج اللي بتقدموه هو منتج غير المنتج المنتشر خلينا نقول في المنطقه العربيه، في عندكم اشياء عملتوا لها ابجريد، حسنتوا اللوح الشمسي بمواصفات معينه لتكون انسب للبيئة الصحراوية مثل البيئة الموجودة هون في المملكة العربية السعودية، إذا بتحكي لنا أكثر عن هذا الموضوع إذا بتريدوا شو فايدته؟ أوكي، منيف نبتدي نقول عندنا كل شيء موجود عند الكومبيتيشن، يعني بي تايب، إن تايب، 400 سيريز، 500 سيريز، 600 سيريز، كل الموجود عند الكومبيتيشن موجود عندنا، ولكن كوننا شركة عائلية ورقمنا عاشر، أوكي؟
ضروري يكون عندك هالديفرينشيشن هالميزه المختلفه اللي بتجذب لك العملاء. فعطول سنشاين بتعمل انفستمنت بهالميزه المختلفه. مثلا فينا نحكي الجلاس كلاس تكنولوجي اللي هلا صارت مينستريم، بس ب 2017 و2016 ما كانت مينستريم. نحن مركبين بانلز بالشرق الاوسط ب 2018 جلاس كلاس. اوكي، هلا شو ميزه الجلاس كلاس؟ اللايف تايم اوف وارنتي. الجلاس كلاس بتزيد 5 سنين على الوارنتي، مظبوط، بتصير 30 طبعا. سنه الوارنتي، فهيدي مفيده للعميل. هاي كانت اول ما اذا بدك انوفيشن، ولكن الانوفيشن اللي كتير مهمه ومفيده لنا خاصه بمناطقنا هي الجرافين كوتينج اللي بتعطي سيلف كلين. هالجرافين كوتينج هو نانو تكنولوجي. النانو تكنولوجي بتخلي لنقول انه هيدا الازازه تبع اللوحه بتخلي الدست والساند يسحب، ما يلصق على ال بالذات بالمنطقه عندنا هو بيجي الرمل ناعم كثير، فبس يجي عليه ندى بيجمد، صح، بصير مثل الطين، بصير مثل الطين. بينما على الجرافين ما بينطر تيصير مثل الطين، بده يزحط قبل، واذا اجى عليه مي بده يشيله مش يعمله طين. فهيدي الميزه هي ميزه حقيقيه وبحاجه الى نحن بالمنطقه، لانه الرمل او الغبار بسد مسام السيلز وبتخف الافشنسي تبعها حكما، او بدك تزيد الكليننج. وهالكليننج انت بتعرف مكلف، والكليننج كمان مع الزمن بده يقلل من الافشنسي تبع اللوحه. فنحن مع السيلف كلين فيتشر مش معناتها ما لازم تنظف، ولكن الزمن أقل يعني تقريبا نص، فهو هيدا نص الكوست واكثر لايف تايم لللوحه. هيدول ميزتين، جنريشن اعلى. يعني الجنريشن اعلى من فور تو ريزنز. اول ريزن هي لانه ما تخطط المسام، ما بقي الغبار عليها او الرمل عليها، فهي قدرت تعمل اللوحه جنريشن المفروضه. ولكن في شيء ثاني كمان، الجرافين بيعمل كوندكتيفيتي، والكوندكتيفيتي بيعمل انكريس اوف جنريشن ميجر بين 2 and 3%، which we do not count in our PV system. يعني وقت نعمل الميجرمنت مثل البايفيشاليتي بنتركها as a bonus. تمام، حلو. فهيدا شيء كثير مفيد. حلو. طبعا يعني هلا نحن صرنا بالذات بوقت الاي بي سي عم يعاني تو اوبتمايز، يعني بده اخر نص بالمية اكسترا جنريشن، فهي اكيد بتعطي ادفانتج. ديفينتلي بوش، اكيد. حلو. يعني انت بتعرف انه البايفيشاليتي مثلا قد ايه درجه وانتشرت بالشرق الاوسط، لانه نحن دغري فاتوا عليها باليوتيليتي سكيل بايفيشاليتي. لازم نوصل كمان انه الجرافين يصير كايند اوف، مش هقول ستاندرد لانه مش كل الناس عندهم اياه، بس فيري وايد سبريد، بيكوز ذا بنفيت از بارتيكولر. بعدين ما بدك كثير مي تتنظف، ونحن كمان بلاد مش بس بدنا نحكي قد ايه عندنا رمل وعواصف رمل ودست، بس قد ايه كمان المي بريشس، مش رح اقول شحيحه ولكن هي غاليه، بما لانه عايزينها وبنحليها ولوجيستيكلي صعبه، يعني تحصلها يوصلها على كمان المحطات، ما بتكون مناطق نص المدينه، المحطات تكون بعيده في نقل، وهذا الشيء صعب. تمام، هيدا كمان السيفنج اون ووتر هو كمان بيدخل من خطه الرينيوبل. نحن اليوم بدنا نحافظ على البيئه من عده عوامل، والحفاظ على المي وشغله مهمه كمان. حلو. طب سؤال الاخير لو سمحتك، ذكرتيه في البدايه عن الموضوع عشان كمان المتابعين المعنى بيسمعوا انه ساكوتل زنشاين، وفي انه زنشاين بالصين، فكروا الناس انه هل هم ممكن يتعاملوا دايركت مع زنشاين؟ يعني هل في ديس ادفانتج يشتغلوا معكم دايركت؟ في شويه لغط يعني بسمع هاي السؤال، فاذا نوضحها هيك وانس فور جود. يعني هلا اذا بدك ساكوتل زنشاين هي زنشاين بي في تك موجوده بالشرق الاوسط لتخدم العميل. فمين ما بيتصل بالصين بيرجع لعنا حكما، واللي اختبروا عرفوا ما حدا بيقدر بيشتري من الصين من المصنع الا ما يرجع لعنا، لانه نحن شراكه، لانه هالشراكه حصريه، ولانه هالحصريه هي لخدمه العميل. يعني ما في بريميوم، ات از ات ذا سيم كوست، بل بيريح العميل، بيقدر يدفع لوكالي مثل ما بيقدر يحول على الصين، بيقدر يدفع بدبي او ببيروت اللي بيناسبه.
أوكي؟ زيت الشيم بيقدر يتعامل مع تيم عربي كأنه عم يتعامل مع المصنع باكت دايركتلي باي ذا فاكتوري. يعني ياما العملاء بيعرفوا انه نحن بنبقى جوينت زونز بتوين ذا لوكال تيم اند ذا تشاينيز تيم. ياما بيعرفوا انه ات از اكزاكتلي ذا سيم. يعني ذا كوميرشال ديبارتمنت ان تشاينا فور بيج بروجكت بيكون معنا موجود بكل شفافيه. ما في ابدا فرق بين ساتوتيل زنشاين وزنشاين، لبل التعاطي معنا هو لخدمه العميل، نكون اقرب منه، نكون افهم من فريقنا الصيني لحاجاته. تمام. طبعا نحن لانه عندنا البيئه خاصة، يعني آخر شيء الحرارة المرتفعة، الرطوبة العالية بتكون بكتير مناطق عندنا موجودة، هي كلها بعدين أسواقنا منيفة صغيرة وكل واحد عنده ستاندرد مختلف. يعني للسعودية ما شاء الله سوق كبير عندها ستاندرد، ولكن مثلا بدبي عندنا أسواق مختلفة كل واحدة عندها ستاندرد، ديوة غير سيوة غير بدنا الكواليفيكيشن لأبو ظبي مختلفة. سو بدك تقعد تعمل كيترينج الصين لإلهم هي أحجام كتير صغيرة، صح. فبدك تيم لوكال يقدر يساعد العميل يوصف بكل البلدان. تمام. لا اخر سؤال ولو طولت عليك، معلش انا طبعا بالخبره اللي عندك اياها. هلا في كثير احيانا مصنعين عندهم منتج ممتاز، تمام، بس بيتصنع ببوم مختلفه، يعني البيل اوف ماتيريالز تبعه بيختلف، ممكن يكون في عندنا مواد مستخدمه لتصنيع اللوح مناسبه لمناطق مو مناسبه للمنطقه مثل عندنا مثلا بسبب الحر اللي فيها هيك. واحيانا لما الناس بتروح باساليب ملتويه بتشتري بدون ما تخبر المورد انه لوين رايحه الموديول فبتوصل غلط. فكيف انتم عندكم كزنشاين بتتحكموا بهاي القصه بحيث انه دائما يوصل لهون المنتج اللي هو عن جد بناسب المنطقه العربيه؟ هلا خليني اقول لك، العميل من انحاء العالم كلها بجرب تو اوت سمارت ذا سيستم يتذاكى. هلا نحن عندنا سي ار ام سيستم، بنجرب قد ما فينا نعرف وين واصله البضاعه. موضوع كتير مهم ومنيح انك لاحظته منيح. انت بتعرف انه الانشورنس او الوارنتي تبع المصنع بحالتنا هي مش الوارنتي تبعنا بس، ولكن هي كمان ميونخ ري ثيرد بارتي انشورنس المانيه، اكبر شركه المانيه اعاده التامين. اوكي، نحن كل منتوجنا عنده ميونخ ري. طيب اذا ميونخ ري العقد منه معروف مين الاند يوزر بيسقط. يعني اذا في عميل اشترى على اساس جايه البضاعه للسعوديه لمشروع اسمه اكس واي زد والتقت السيريال نمبر بمشروع بالاردن، سقطت الوارنتي، سقطت الثيرد بارتي انشورنس. وهيدا الشيء ما بيعرفه العميل، لانه انتقال الوارنتي وانتقال الانشورنس هو ذو احكام. طبعا مش اي بانل راح تداول بالاسواق، لنحكي لنقول سوق دبي جبل علي وراح تريانجولر ماركت انتقلت معه الوارنتي، لو انه اوريجينالي مصنع بالمصنع ولو انه هو مستحق الضمانه، ولكن اذا تغيرت اللوكيشن او الديستنيشن بيخسر الضمانه. فهيدا شيء كثير مهم انه العميل يعرف حقه، يحافظ على حقه، يجي على المصنع يقول الحقيقه وين رايحه، لانه نحن كل المنتوج مأمن. فنحن ما عندنا مشكله نكمل التغطيه، ولكن اذا ما بنعرف بتخسر بنفقد التغطيه. هيدا كثير موضوع انا بحب شدد عليه. وكونه نحن نون ديستريبيوتور، نحن جي في، فهو بس عم يشتري من عنا انتقال، يعني دايركت. اذا عم يشتري من سم ديستريبيوترز بيخسر الوارنتي والانشورنس، هيدا تامين اضافي. حلو شكرا كثير مدام جمانة. طبعا اليوم اعطيتينا معلومات كثير مهمه، مو بس تكنيكال كمان كوميرشال، كيف الواحد يحمي حاله لما الواحد بده يستثمر. واللوح الشمسي هو من يعني هو اكثر شيء بيكلف بالمشروع، اكبر كوست كومبوننت في المشروع، فضروري كثير انه ينشغل صح ويكون الواحد يامن على الوارنتي لمنتج لازم يشتغل 20 30 سنه. هذا الشيء نحن بنفكر اليوم انه نوفر لنا شوي هون ولا شوي هنيك، بس ممكن احنا نوقع حالنا مشاكل بعد 5 سنين بعد 7 سنين ونخسر اكثر من 20 سنه من انتاج كان ممكن يصير في المستقبل. فبدي اتشكر كثير مدام جمانة على انك انضميتي لنا اليوم وعلى المعلومات اللي قدمتي لنا اياها. بدي منيف شدد على موضوع،
الشركات المصنعة هي بتحب تحمي منتوجة، لأنه عم تحكي مثل ما عم تحكي 25 سنة و 30 سنة لا أنا موجودة لا فريق البي... صح. يعني لازم يكون في دوكمنت موثق. فنحن وقتها نعرف أنه تركب مشروع أباف 2 ميجا وات أكيد نطلب من مين ما كان الاي بي سي كومباني يعطينا تفاصيل المشروع النهائي وصاحب المشروع النهائي تنصدر البوليسة التأمين باسمه. لأنه حتى الاي بي سي ممكن يكون اختفى. صح. أكبر شركات اي بي سي يمكن سنة سنتين هم بيكونوا طلع برا البزنس. يس. مزبوط. فهو تيحمي حاله الاند يوزر يلي لا بيعرفنا ويمكن يفقد العلاقة مع الاي بي سي ومع الديستريبيوتر يحصل على بوليسة التأمين باسمه باسم مشروعه يتركها بالجرور لأنه هو قادر ميونخ ري معروفة وما حتسكر. صح صح حكماً. صح مزبوط. صح. صح. ومشروعه له فهو بيقدر يعمل الصلة ويطلع على ميونخ ري. بعدين ميونخ ري بتعرف كيف تحصل حقها من المصنع. هيدي معلومة كمان مفقودة عند حتى الاي بي سي بيقلك انا I have the warranty وعطيت كوبي من الوارنتي بس كوبي من الوارنتي منا كافية لانه الاند يوزر منه معروف بالكونتراكت الاساسي تبع المصنع. فلازم نحن نقدر نصدر البوليسة باسم الاند يوزر on commissioning or after commissioning. هيدا موضوع كتير كتير مهم. شكرا شكرا كثير لك. طبعا جمانة حصري واحدة من رواد الطاقة الشمسية في المنطقة العربية لسنوات طويلة، ومع هيك أنا أستنى لليوم بحس عندك شغف كتير كبير، في نشاط كتير كبير، في محبة للشيء اللي عم تشتغلوه. بتمنى لكم كل خير، بتمنى لكم كل نجاح ساكوتيل زين شاين، وبتمنى أنه أشوفكم كمان بالمعارض اللي جاي. واحد ما بينجح إذا ما في شغف. الشغف أنا لإلي هو السباركل البداية. إذا ما في شغف نرجع على بيوتنا. صح. فأنا بقول لهم ما بيشتغل إلا ما يكون في four conditions. win 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 win. الwin للستيك هولدرز الأساسية البائع والشاري نحن. yes. ولا ولكن win للكوميونتي win للبلانت تبعنا. إذا ما في أربعة win أنا ماني شريك بالمشروع. فوقت واحد بيشتغل بفور وينز عطول ما فيك ما تكون مبسوط. انا بقول I wake up every day excited and happy because I'm gonna meet four wins. ان شاء الله عطول ان شاء الله عطول ان شاء الله عطول وان شاء الله هيك كمان. هذا الحكي is inspiring، يعني بيشجع كثير ناس يدخلوا في المجال ويطوروا حالهم ويتعلموا اكثر. شكرا كثير لكم متابعينا. شكرا كثير لك مدام جمانة. ثانك يو.